لذلك العلماء نند عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يونا ذي خدم النية ولا موري الزميرة بس يفكي على حسب النياس. السيني مثلا لو كان الزميرة أذفنوا الجامعة نغاد الشركة غادي لفني الجامعة نغاد الشركة غادي لفني السبيطار نغاد الشركة غادي ثالا غادي العنصر غادي مصلحة عامة. ما يخدم النية وحدس غاسو دي سوفغارا دريميس ربي أثيجازي على حسب النياس خط ربي يعلم السر وأخفى خطر ماشي يون ذي لسيس كان في ديني ما ربي حصى يون ميلا يسعى النية أذي ينفق في سبيل الله أسين كان سعر هذا ينفق ربي سبحانه إذا علم منه صدق النية أثي جازي على حسب النياس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل عظيم تصغره النية. إزمريون ذيفك مئة فراك مش طوحث ولكن في كيس النية يجهدن أسيفك ربي لجر ذم قران. أما كان العكس إزمريون ذيفك مليار أهث على حسب النية لينس يغال لجر يضعف. لذلك موضوع النية مهم جدا والنية محلها القلب. لذلك والنية من مقاصدها الجزم والحزم والتمييز. النية نية مهمة كل حاجة ذي النية كل حاجة. أما ذي العبادات طهور ذي العصر ساعة أربعة أم كيف فرق ذي رسد سنية تمييز يرثى